لوس أنجلوس مدينة يسودها اضطراب عرقي، وسائل الإعلام تحتشد لتسجل إعلان قرار المحكمة بشأن رجال الشرطة البيض المتهمين بالاعتداء بالضرب على الشاب الأسود رودني كينغ. إدانة اثنين من رجال الشرطة وتبرئة اثنين، هذا القرار جنب المدينة مزيدا من أعمال الشغب. هذه الحلقة تستعرض أسباب التوتر العرقي الذي قاد إلى أعمال شغب وعنف، والذي يفصل جاليات وأحياء المدينة عن بعضها. الكوريون يجهلون الحساسية بين الأعراق هنا. هناك أسباب لذلك، تاريخ من الحقد والغضب. هناك حرب عنصرية دائرة هنا، وهي تأخذ هذا الشكل حاليا. هذه الحلقة بعنوان الصراع العرقي يحرق لوس أنجلوس. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم قضايا عالمية. تناول الجزء الأول من هذه الحلقة أجواء التوتر التي سادت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والظروف المحيطة بالاضطرابات التي اندلعت فيها بعد صدور قرار المحكمة بتبرئة اثنين من رجال شرطة بيض اتهموا بالاعتداء بالضرب على شاب أسود يدعى روديني كينغ، وكيف يرى السكان بأن أحداث العنف يمكن أن تتكرر وتكون أسوأ في المرة القادمة، نظرا لأن الأعراق المختلفة أصبحت أكثر تسليحا من ذي قبل. في هذا الجزء الثاني والأخير نواصل استعراض التوتر العرقي هناك وكيف يقود إلى أعمال عنف وشغب مدمرة، فلنشاهد معا. It's a predicament that's clear even to an established African American businessman like Art Washington. Last April, he confronted young looters outside his pesticide business. You call it black power? You mad at the white man? Why didn't you join my business? When I first seen my store, it wasn't no big thing. عندما رأيت محلي لأول مرة لم أهتم كثيرا، لأنني كنت مهموما أيضا بالحكم الذي صدر في قضية رودني كينغ، ولكن عندما رموا حجرا وحطموا زجاج شاحنتي كانت تلك هي القشة التي قصمت ظهر البعير، فهذه الشاحنة هي مصدر رزقي ولم أعد بعد ذلك أحتمل المزيد. مشاهدو التلفزيون من السود والبيض والذين رأوا هذا المشهد قاموا بإرسال التبرعات لمساعدة آرت واشنطن لإعادة فتح محله. كيف تشعر الآن تجاه هؤلاء الناس؟ وهل تشعر بأنك شخصيا مهدد؟ لا، لأنهم ليسوا من رجال عصابات مسلحين، كانوا مجرد أشخاص عاديين أتيحت لهم فرصة للسرقة فقاموا بالسلب والنهب. إنك تجد من السهل توضيح موقفك عندما لا تكون غاضبا وأن تعبر عن نفسك. نعم، فأنا أتعرض لهذه المشاعر طوال حياتي، فأنا أعرف معنى الظلم وكيف يكون شعور المرء عندما ينظر إليه الناس على أنه أقل من إنسان. من المفروض أن تكون التفرقة العنصرية اختفت من هذه البلاد، وأعتقد أن الذي يثير غضب المضطهدين كثيرا هو إدراكهم بأن نظام القمع توغل في أعماق نفوس غالبية الأمريكيين، لذا فإن ما يسود هو حالة ذهنية من التفرقة العنصرية. Mrs. Dew shoots her in the back of the head. Latasha Harlins lays dying on the floor.
تلك هي لاتاشا هارلينز الممددة على الأرض، وعندما وصل رجال الشرطة لم يتقدموا حتى لجس نبضها ولم يحاولوا إسعافها أو يفعلوا لها شيئا، وكأن الممدد على الأرض لم يكن إنسانا. وقد أدينت السيدة الكورية بتهمة القتل غير العمد، ولكنها حكمت بالقيام بالأعمال التطوعية فقط ولم يحكم عليها بدخول السجن. يعكس هذا بأن هناك أناسا لهم وزن وثقل أكثر من غيرهم في أمريكا. هذا الخيار ما زال هو السائد. بعض الناس لهم وزن واعتبار أكثر من غيرهم، وآخرون متساوون أكثر من غيرهم. نبدو أكثر وأكثر مثل بلدان العالم الثالث، حيث القلة يملكون الثروة وكثيرون لا يملكون شيئا. معظم التجار من أصل كوري لا يلومون الأمريكيين الأفارقة، بل إن البعض يتعاطف معهم، فهم الذين تحملوا مشقة الحرمان الاقتصادي لفترة طويلة، لذلك فهم يميلون إلى توجيه اللوم للشرطة والجيش لإخفاقهم في حماية متاجرهم. قالت لنا الشرطة: إذا كنا لا نريد التعرض للموت فعلينا أن نغادر بسرعة. لقد احترق متجر سانغهوجو تماما في أحداث نيسان عام 92، وتعادل الأضرار التي لحقت بمتاجر الأمريكيين الكوريين نصف الأضرار التي لحقت بكافة الممتلكات خلال الأيام الثلاثة للاضطرابات، إذ إن المحلات المستهدفة كانت محلات الكوريين الكبيرة ومحلات بيع المشروبات. لقد أصدرت البلدية مرسوما جديدا يجبر أصحاب بعض المتاجر التي أحرقت كمتاجر المشروبات والمحلات الكبيرة بضرورة الامتثال أمام لجنة تحقيق قبل إعادة فتح محلاتهم. اتخذ المجلس البلدي هذا الإجراء تجاوبا مع مطلب الأمريكيين الأفارقة، وذلك نظرا لوجود عدد كبير من محلات بيع المشروبات الروحية في أحيائهم. أنا شخصيا أحب وجود هذا الرجل بيننا، والمسألة ليست مسألة عنصرية ضد الكوريين هنا، إنه مجرد احتجاج ضد جلب الكحول إلى الحي الجنوبي الأوسط في لوس أنجلوس حيث أسكن. أنا مع تقليص عدد محلات الخمور، وأعتقد أنه إجراء صحي بالنسبة للحي، ولكن إذا أردنا ذلك فيجب تطبيقه بالتساوي وليس على الضحايا فقط. إنها التفرقة العرقية في أسوأ أشكالها. أعتقد أن المهاجرين الكوريين يجهلون تماما حساسية العلاقات العرقية في أمريكا. هم ببساطة لا يفهمونها، وهم تنقصهم معرفة التعايش في مجتمع متعدد الأعراق والأجناس، لأن كوريا بلد متجانس، فلغتنا واحدة وثقافتنا واحدة، وهم لم يكونوا مهيئين على الإطلاق للعيش في هذا المجتمع وبيئة كهذه. The cause of this whole riot had nothing to do with Korean Americans, Korean merchants. إن سبب هذه الأحداث ليس له علاقة بالكوريين الأمريكيين والتجار الكوريين. كانت هناك بعض المشاكل، لكن أن تكون بهذا العمق حيث يطاردونهم بالعصي
والبنادق ويحرقون محلاتهم؟ لا، لقد كان ذلك رد الفعل ونحن الضحية. لقد أصبحوا رمزا للاضطهاد، لأن الزبائن من الأمريكيين الأفارقة يجادلون بأن الكوريين يستغلونهم، لذلك فقد أصبح الكوريون رمزا للاضطهاد أكثر منهم مضطهد حقيقي. فالمشاريع ذات الأرباح الحقيقية هي الشركات المتعددة الجنسيات، لذا فإن الكوريين الأمريكيين يتحملون اللوم نيابة عن تلك الشركات في أمريكا. أعتقد أنهم بدأوا يدركون بأنه من واجبهم التعبير عن قلقهم وألا يظلوا سلبيين وينتظروا الآخرين لينقذوهم. نحن نتعلم اللعبة السياسية الأمريكية، إذ قامت جمعية متضرري الأحداث الكورية مثلا بمظاهرة طوال شهر كامل، الأمر الذي لم يحدث من قبل. بخصوص العلاقات بين السود واللاتينيين، فإن العلاقات بين الجاليتين تتدهور. ما يجري هو أن الأمريكيين الأفارقة واللاتينيين يتبادلون نظرات الشك، وهم يرون الكعكة تنكمش وأنهما الجاليتان الوحيدتان اللتان تتقاتلان على هذه الكعكة المنكمشة. نرى السود يحصلون على معظم الوظائف بينما المكسيكيون محرومون منها. هناك حساسية مفرطة تجاه السود، ويبدو أن أضواء الإعلام مسلطة عليهم أكثر من غيرهم. هذا هو اجتماع الجمعية اللاتينية في حي واتس، والموضوع الرئيسي يدور حول توتر العلاقات بين السود واللاتينيين، والتي تسببت به أعمال عنف مرتبطة بالعصابات وبالسخط على الشرطة. تقول إن الناس أصبحوا لا يستطيعون الخروج من بيوتهم، فتبادل إطلاق النار يجري من زاوية إلى أخرى، وهذا ليس عدلاً. 80% من الضحايا هم من اللاتينيين، وهناك مثلا امرأة كانت تقود سيارتها مع أطفالها، أطلق مراهق أسود النار عليها وأصابها في رأسها. لسنا ضد العرق الأسود، ولكننا ضد العناصر التي تؤذينا، لأننا نعاني من انتهاكات حقوقنا المدنية. بعض وجهاء الجالية اللاتينية من أمثال أوسكار أندريد في جمعية الإنقاذ ينظرون إلى ما وراء الدمار ويحاولون إيجاد فرص اقتصادية جديدة للاتينيين. هذه الزاوية ستكون مركزا لتدريب العاملين في ذلك المحل، وثلث هؤلاء هم من أفراد الجالية، ولا يتلقى عاملون تدريبا على ترتيب السلع على الرفوف فقط، ولكن على إدارة الأعمال أيضا، أعني أساسيات العمل. عندما احتج نشطاء سود ضد المقاولين الذين يستخدمون عمالا لاتينيين في مشاريع إعادة البناء، رد عليهم أحد نشطاء اللاتينيين، إذ قام خافيير هيرموسيلو بقيادة مظاهرات مضادة هنا في نفس الموقع الرئيسي لقطع غيار السيارات. لا أعتقد أن العنصرية محصورة بالبيض، فقد تعرض مقاول أبيض مع 3 عمال لاتينيين لهجوم قامت به عصابة من السود تتألف من 40 شخصا، نتج عنه تدمير البنية الأساسية للمشروع، وموقفنا هو لا نسمح بهذا النوع من الإرهاب في لوس أنجلوس. ربما يقول السود إن هذا الكلام نوع من العنصرية يأتي من الطرف الآخر. أي شخص يرد بهذا الأسلوب إنما يقوم بمحاولة متعمدة للتضليل، لأن ما يسعى له اللاتينيون الآن هو نفس ما سعى له الأمريكيون الأفارقة في الستينات، وهو الحصول على فرصة للنجاح. وكلما حاول اللاتينيون التحرك، فإنهم دائما يذكروننا ب500 عام من الاضطهاد والعبودية، وقد يتجاهل الناس بأن هذه الأرض كانت يوما ما جزءا من المكسيك. لقد جئنا هنا لنبقى، فلن نكتفي بالنصر بل سنقهرهم.
الوضع الآن لا يختلف بشيء عما كان عليه في نيسان عام 92، فالجاليات متفككة من الداخل، والعلاقات بين الجماعات العرقية المختلفة ما زالت متوترة جدا. لقد أصبح التناقض الآن كاملا تقريبا. عندما رأيت الشرطة تتدرب على مكافحة الشغب، أدركت أنه قد يشعر بعض من يراهم بالطمأنينة، أما أنا فقد شعرت بالألم، إذ أكره حتى التفكير بالمواجهات التي قد تقع إذا ما اندلعت أعمال عنف مرة أخرى. إن حكومة المدينة معنية بالإجراءات الوقائية أكثر من مجرد امتلاك القدرة على إخماد المناوشات التي تحدث في المدينة. رئيس الشرطة الجديد ويلي ويليامز جاء من مدينة فيلادلفيا. نعمل الآن على تشكيل مجموعات استشارية في جميع مناطق المدينة 18. لكن تطبيق هذه العملية سيستغرق سنوات. أشعر بالإحباط لأنني لا أستطيع التحرك بسرعة. نحن نعيش في مدينة ترى أنه من المناسب أن تأتي بمليون دولار لشراء معدات لمكافحة الشغب. إنهم يحضرون للحرب، لكن المدينة لا تخصص الموارد من أجل التعامل مع مشكلة الجوع والعاطلين عن العمل، وما يجعل الوضع مأساويا أنهم لا يدركون هذا. وقد ازداد حجم مبيعات جميع محلات بيع السلاح الكثيرة في لوس أنجلوس، وظاهرة شراء السلاح ليست منتشرة بين البيض فقط، فالذين يشترون الأسلحة النارية هم من كافة الفئات العرقية. أحداث ربيع عام 92 كانت سبباً لسباق التسلح هذا بين سكان المدينة. No, I do a stunt show where I do shoot guns, but, you know, blanks and things. So I have had that experience, but never a real life gun. ويقال بأن لوس أنجلوس هي أكثر المدن الأمريكية قسوة في مجال الفصل العنصري، فأغلب الناس يميلون إلى العيش والعمل والتعامل مع هؤلاء الذين من نفس جنسهم، وهذا بسبب جغرافية المدينة التي تمتد لتشمل مسافات شاسعة، حيث يندر أن يرى من يعيش على الطرف الغربي من لوس أنجلوس وعلى تلال الباسيفيك الشاهقة رجلا أسود أو لاتينيا باستثناء الخدم. نعلم من العصابات ومن رجال مخابراتنا بأن السود يكدسون الأسلحة لكي يستعملوها إذا تجددت أعمال الشغب، وأنهم سينجزون المهمة هذه المرة على حد تعبيرهم، لذلك تجد كل طرف يسلح نفسه. تشيم كولينز وورث هو نائب رئيس الشرطة، وهو مشغول جدا في إعطاء دروس خصوصية على استعمال الأسلحة خارج أوقات دوامه، وهو يذهب إلى بيوت زبائنه مثل هذا البيت الواقع في الحي الغربي الثري من المدينة. إذا لم يكن هناك حماية لي ولأسرتي، لابد أن أحمي نفسي بنفسي. إنه ليس استعراضا، بل إنه تصرف واقعي وسليم. تعود جذور كثير من الأحداث التي وقعت في لوس أنجلوس إلى التفرقة بين طبقات المجتمع والتمييز العنصري بين الطبقات الاجتماعية وفيما بينها، فهذا الحي الصغير مثال على ذلك.
معدل دخل الأسرة فيه يبلغ حوالي 26 ألف دولار في السنة، وهو حي مختلط عرقيا وليس ثريا. بدأ الحي يعاني من مشكلة جرائم لا تطاق، فقرر أهل الحي أن يتصرفوا حيال هذه المشكلة بطريقة يتبعها مزيد من الأحياء الآن، وهي أنهم قدموا عريضة إلى البلدية لبدء عملية تحصين الحي بإغلاقه، وكانت أولى الإجراءات هي إقامة حواجز على الطرق. وفي نهاية المطاف سيصبح هذا الحي مغلقا بالكامل، ستكون له بوابات مع حراس. إن هذه الحواجز والأحياء المحاطة بالأسوار كهذا لهي دليل على انسحاب هذه الأحياء من المجتمعات الكبيرة والانشغال بتحصين أنفسها. لا يمكن النظر إلى هذا الحاجز المادي إلا على أنه رمز لما يجري في أنحاء المدينة من انفصال الأحياء. هذا الجانب من الحاجز نظيف، والقاطنون على الشارع قد يرون فيه منظرا مريحا، ولكن لو مشيت مترا إلى الأمام فترى شيئا مختلفا جدا. كيف يفسر سكان هذا الحي هذه الكتابات؟ أهو الغضب على وضع الحاجز؟ أم التهديد؟ أم الرفض؟ أم الازدراء؟ من فعل هذا؟ وما الذي جعلهم ينسلخون عن جيرانهم على الجانب الآخر؟ ستانلي شاينبوم اقتصادي وسياسي نشط، وهو أحد أركان السياسيين الليبراليين في لوس أنجلوس، وكرئيس للجنة الشرطة فقد عمل على عزل مدير الشرطة السابق، ويعتبر منزله مثالا على الصالون السياسي بمفهومه العصري في لوس أنجلوس. نتكلم عن الطبقية واللون والعنصرية، إنني أدرك ماذا تعني الحياة في حي راق هناك على القمة، وأدرك أيضا العكس. كان علينا أن نعالج مسألة نظرتنا وتفكيرنا وإحساسنا تجاه بعضنا البعض، لأننا لم نعالج ذلك من قبل، وكنا نخشى مواجهة الحقيقة، حقيقة أننا نمسك على جيوبنا بقوة عندما نرى شابا أسود. لماذا نفعل ذلك؟ هل تدري ماذا يجري الآن في الجالية الكورية؟ لقد أصبح الناس يصابون بإجهادات عصبية عقب الآلام التي تعرضوا لها. لماذا؟ عندما يشاهدون شابا أسود قادما نحوهم فإنهم يرتجفون من الخوف ويتصبب العرق منهم. هناك خلل في صورة المجتمع هذا، إنه بالتأكيد عامل التفرقة العنصرية، لأن هذه هي الصورة التي رسمتها وسائل الإعلام. كنت أود الرد عندما ذكرت بأن حماتك البالغة من العمر 85 سنة التي تقطن في نيويورك لا يخطر على بالها عندما ترى أربعة شبان سود يسيرون باتجاهها بأن هؤلاء هم طلاب في كلية الطب بجامعة هارفارد. إنها تصاب بذعر ورعب حقيقي، وهذا شعور لم يصل إليها من وسائل الإعلام. أعني بأن هناك حربا عنصرية قائمة منذ 100 عام وهي تأخذ هذا الشكل حاليا. لذلك فإن التشبث بمحفظة النقود يبدو أنه استجابة منطقية. هذه الحرب العنصرية احتدمت خلال السنة التالية لأحداث نيسان عام 92 في مجالين رئيسيين. أولهما المحاكمة التي كانت جارية لأفراد الشرطة البيض الأربعة المتهمين بضرب الأسود رودني كينغ، وقضى الحكم بإدانة 2 وتبرئة 2 آخرين بعد أسابيع من التوتر والخوف من وقوع أعمال عنف جديدة. بعد هذا القرار تنفست المدينة الصعداء، لكن الانتباه الآن
قد تحول تدريجيا إلى محاكمة السود المتهمين بالاعتداء بالضرب على اللاتيني ريجنالد ديني. والمتهمون هم 4 من الشبان السود وآخران لم يعتقلا. وكانت هناك إشاعات حول احتمال عقد صفقة مع المحكمة. لكن جاري ويليامز هو الوحيد الذي اعترف بتهمة سرقة محفظة ديني، بينما يواجه داميا ويليامز عدة تهم بينها محاولة القتل، ولا يمكن الإفراج عنه إلا بكفالة مالية قيمتها $500,000. في رأي كثيرين فإن نظام القضاء هو الذي تجري محاكمته، فنحن نتطلع إلى مجتمع عادل والجميع موافقون على ذلك، إلا أن هناك جماعة تقول بأن القضاء نزيه، بينما جماعة أخرى تقول العكس. وهكذا عندما يثور الجدل تصبح الكلمات بلا معنى، ولا يعود بالإمكان قياس العدالة وعدم وجودها عن طريق قضايا محددة، لأن وجهة النظر مختلفة كثيرا. Thank you.